يهديك الله يهديك الله يهديك، أنا شبوني رجليا. الله يهديك الله يهديك الله يهديك، يهديك أميرة خافية. يهديك الله يهديك الله يهديك، يا المسكوت واش درت فيا. الله يهديك الله يهديك الله يهديك، يهديك أميرة خفية. ارقبلو ارقبلو وجاها وجاها موف موف موف. الله يهديك الله يهديك الله يهديك، أنا اللي جيتكم بالنية. الله يهديك الله يهديك الله يهديك، بلاتي في تتفرج فيا. يا مسكوت حرام عليك، واش درت فينا؟ ربي يهديك. امين امين امين. شيخ هذا هو اللي غنى تاع الميمه اللي حوست عليها. واش راك شيخ؟ خير ان شاء الله. لاباس الشيخ؟ الحمد لله. واش بيك دابا؟ خير ان شاء الله الشيخ. راني رايح بعيد الشر سيدي يا لطيف. راني رايح. يا شيخ راني نحس بلي رايح. ماكش رايح ان شاء الله، مازالت البركه. يا شيخ يا شيخ يا سكتها. ان شاء الله ما كان والو يا شيخنا. واش بيك يا شيخ؟ ان شاء الله ربي يجعل لك الشفاء. ما كان والو بابا. يا شيخنا انتك شيخنا. واش بيك؟ عنيك الله يطول عمرك. الو سلام. نحولي الدم نحولي الدم. يا شيخ نعطيوك نعطيوك سبحان الله. وشي الجروب سونغ نتاعك يا شيخ؟ انا او بوزيتيف. انا او بوزيتيف او بلس. يا خويا نكتبوا لك سير فيسبوك ونحوسوا العباد اللي عندهم او بوزيتيف يعطيوك اخويا. انا والله يا خويا انا نقسم معاك واش عندي في الكول. روح نقسم معاك. الله يسلمك. يا بابا والله ما تبكي والله والله ما تبكي يا الحاج. انت شيخنا والله. يا شيخ هاتيني هاتيني يا ربي يا مخدوم. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. يا شيخ وين راك رايح؟ يا شيخ وش بيك هذا؟ تحتاج اي حاجه في اي وقت بابا؟ انا ساكن هنا في ضلبي ماشي بعيد. عيط لي في اي وقت راني هنا. عندك يوسف عندك امين. لا ما رحتش بعيد الشر سيدي. يا خويا انت راك يا الحاجه راك تعيط بزاف للموت اخويا. والله العظيم امر بيد الله وهذا غيب وما تقدرش تعرف تسمى. الله الكهنه ما يعرفوش. الكهنه كيحبوا يسرقوا معلومه من عند من فوق ولا يقول لك النجمه اكشتها كيفاش واش عندنا نجومه. راه كاين الايه من فوق النجمه اكشتها كيفاش ترجم شنو كيطلعوا يسرقوا لي انفورماسيون من عند ربي. هذا العمر بيد الله. هذه الحاجه بلاش. السلام عليكم. سلام الحاجة. السلام عليكم. سلام سلام. هذه الحاجة الوالدة. شكرا يوسف. لا هادو عباك قلت لك نحيت له تليفون. ها؟ يا خويا يا شيخ خليني نحكي. اش يديروا هادو؟ عطالهم النيميرو تاعي ما قدرتش نتفاهم معاهم. قالوا لي ودي فلان بن فلان راكو في مضرب فلاني رانا جينا من وهران. من وهران مرحبا بكم. ايه ما فهمت دوك الشيخ هضر معاهم دوك يرحم بكم خليها مالك في لاكارو ديالك. انا هضرت معاهم. انت هضرت معاهم يا شيخ. واش هضرت معاهم؟ واش قلت لهم انا هاد العيب ما نعرفوش؟ دقيقه شوف اولا نجيب العنقه. انا نجيب العنقه ما نجيبوش. يا خالي انت ما تجيبوا لا عنقه لا حد شيء. نقراو درك رانا في شوفي نفهمك عف صبرك. هادو راه ما يمشيوش باسكو اولا صوت المراه راهي عوره وثانيا ما كانش مرة دير ما دي حديني باش يكون في على البوست الصوت. كيفاش ربي احاديث هبطت المراه ممنوع انها ترقي الراجل باسكو صوتها عوره. وغي هنا في في بلاصه هذاك عالي وراك في عوض ما يسلمك ونهزك هكا كي نعي نحطك فوق ظهري كي نعي نحطك هنا يسلمك. اوكي كنتي كي الحاجه انا لا بروف قاعد نقول لك ما شوفي هي معليش دوك نعطيوها الشيء اللي كتبه ربي وراه المشكل بصح. اما المديح الديني ما عنده حتى علاقه به واش حد بصح. حنا كيجينا لقينا هرابط كاع هرابط. حنا من البارح رانا معاه. لا اله الا الله محمد رسول الله. هاي الهضره ما نعرفهمش يا ناس. يا امين يا خوتك هادو جاوني من وهران واش راح ندير؟ بصح انت اللي جبتهم هادو. بصح حنا شي انا جبتهم هو اللي هضر. هادو عندهم غيبات الساعه ولا انا جبتهم بيتو هنا في الدار اللي هنا في الدار عندي محمد رسول الله. اما
اسمعيني هذا بالعقل بابا ما تبكيش، هذا ماهوش تاع دف ما علاه نخلطوا تاع بكري كانوا بكري يشبروا ديك الله يا ديك الله يا دي هذا جبت صم بدراهم ما على باليش جابوا لي دراهم انا جبت دراهم 10 ملايين سبحان الله 10 ملايين انا عبا شنو تفهمتي انت ما عملت فهمت معاه التليفون راك تشوف خاصه عيطت من بعد قلت لي انت واش دمدني ما تحديني الناس يترقي باطل ويزيدوا من عندهم انت تقولي ما تحديني ب 10 ملايين وتدفوا هو بغى صح هذه تجاره وتجربه الناس بركه وحشموا على روحكم اكي كبيره كبيره تجربه باب كلا ما تحديني بكلام ربي 10 ملايين هذا المثلها راكي بلا علم فقيرات ما كانش فقيرات انتوما ما عندكمش فقيرات عزيزي قال احنا نحتاجو مش احنا نشوفو قال معليش فلان اعطينا الشيء اللي كتبه ربي بلا ما نحددو لعبه شحال يمدو الشيء اللي كتبه ربي نعطيوه بصح جيت تسرقي لعبات 10 ملايين كيلو للدف من المغربيه وداخلين الظهر ما جينا هنا يا مرا يا مخروقه يا ميمتي خرجوا معايا شوفي انا ما نكذبش عليك انا ما نضربش الدف بس نقول لك راني نديرك في عوض ما بارابور لعمرك انا نعطيك شي اللي كتبه ربي نحطوه وعوضو راح يتروحي بيتها يا اخي غدوه الصباح انا نجيك الصباح نوصلك ما كلنا نعطوه يا ربي خلاص يا شيخ خلاص باش يسكت تروح عند صالح الميكانيسيان هاي خال 8 تجي يقولوا خالك بابا عطيني 10 او حرام عليك على بالك حقي شيخ واش من حق انت واش ديري الدندني تبعو كيزوش تبعو يكات العبيزوش لعبات جيت تدي 10 ملايين انت قاعد تبعو كل الدراهم تبعو انت قاعد تبعو تبعو فوليس هذا كلام ربي وتهضري بلي شيخ قاعد يطلعو يا شيخ سالم ويغنوا ويعوقوا ويدوا دراهم هاني انا ما نسيتش نقول لك ما الحاجه ما نسيتش انا ماشي حاجه ما سبع حاجه ان شاء الله ربي يهديك وتحجي لا ما نحش انا ان شاء الله ما نحش انا ان شاء الله لا انا ماني باغي أنا ما أدري ما أدري ماشي معه أو عيب أنا السقف العباد تأكلوا لهم في حقهم أنا معاه أنا أو حرام عليكم عند ربي أو حرام يا ناس وي وهاولي قاعد يغنوا حرام عليهم قاعد يغنوا غيانا على بالي قاعد يغنوا حرام قاعد يغنوا غيانا قاعد يغنوا غيانا مش قاعدين يروحوا يغنوا عند العباد باش يسرقوهم ما جابكش عرس انت يا باش تقولي لي قاعد يغنوا لا لا ما نروحش للعراس انا مين الضحى تاعك في عراسك ولا بالطبله ولا شوفي واش تخدمي نافيكي زعما في بلاصه واحده اخرى السيد راهو في حاله الذين تجيو تسرقوا العباد جايه من وهران دايره افير تدوري دراهم وتعاودي تروحي عيب عيب انا نعرفو هارنا ماشي كيما انت سامحيني انا ماشي نعرفو هارنا نعمل لا ماشي وهران انا غير نسكن في وهران شي بلادي ما يهمناش لاش جايه من بوركينا فاسو اكيد جايه من بوركينا فاسو شوفي قلت لك ما نقدرش نقول لك ما كاينش ما نقول لك الحاجه ما كاينش حاجه شوفي يا مخلوقه ولا يا مرا واش قاعده ديري درك او عيب عفاك ولا جبتك ما تسلمت معاك اسمع عليك بلي هز التليفون يفوت يهزوك درك على بالك بس فيها كي باش ديري هيا ضربي واش اللي تضرب هذا يا اخي خاف وربي يا ناس سامحوني دقيقه انا هذه هي النقطه تاعنا اللي جابتنا الطاكسي تاعنا اللي جابنا الطاكسي تاعنا انت طاكسيير واش دخلك تضرب ولا ما تضربش راني خدام معاهم انا وانا خدام معاهم الطاكسيير صوب وروح تروح انت تخلص من عند هذا صوب جبتها انت في طاكسي وخلص في الكورسه تاعك واش دخلك في السيد تضرب ولا ما تضربش معنا ولا مع بنت معنا ايه بس معاه واش دخلوا هذا طاكسيير واش جاب طاكسيير لوحده تبين كيما انت طاكسيير بصح حداميتي محمد واش خلصين واش اخويا خالص معمر انا معمر معمر اسنى معمر تخرج برا انت انت وطاكسي روح تقتل روح تجرب في الطاكسي تاعو روح بيدني واش اللي تخدم هي قاعده تبيدن هذه تلعب بالبيدون مش بالبنديره شنو على روحكم يا ناس سكروكي وفي العباد تعضوا في العباد هذا بيدو اكيد تبيدني انت وانا تبيدني تبيدني بيدون وبيدين رسول الله صلى الله عليه وسلم فات على بابه اسمع قال له واحد الدف راه في بيتك قال له انا راني محلل هذاك الدف معليش هو حلل الدف ما حللش المراه عوره اميمتي كي نقول لك اميمتي على بالك علاه نقول لك اميمتي باسكو مازلت ما شفتش منك عبصه وعلاه نقول لك اميمتي كي نشوف عبصه تولي الحاجه كي تقول لي ما كاينش حبه تحجي تولي مخلوقه كيما اختك كيف معليش نقول لك انت قاعده ديري في الخير
انا يا هذا خير خير كانك خدمت خمس انا كانك تغني خمس اني باطل والله يا عبد بصح الله عطاني حساب على بالك ساعه تنقطع 600 كيلو باش نروح نغني ودار العجازه ودار اليتامى ونزيدو من جيوبنا حنا نشريو لهم الحوايج ونمدو لهم ونعطيهم يعني نديرو هكا الحمد لله خير انت ماشي غديري في الخير نعلو بلي بيديني زوج بيدينا تاعكم روحي تروحي ما تخلصيش عليك بيسكا وخير نص دقيقه نص دقيقه بركات حبسوا مديح ديني على الزرقاء راني نسال على الزرق ماشي على الزرقاء على الزرقاء راني نسال ماشي على الزرقاء على الزرق خمري مولا عبد القادر الجيلاني مولاك مولاك ماشي مولاي انا مولاي يا ربي انا ما نخليش ربي لين عبده والرسول والرب يا سيدي عبد القادر يا ابو علم تيتيش يا فريده صابونجي زوجيني بنتي يا بايرا اها شده في ربي يا ربي شوف قسم البنتي ولا يا ربي اجعل لي الشفا البابا ماشي الزرقاء راني نسال مخلوق انا اعطيك من الاخر انا ما عنديش زيكزاك وترونسيشن وكذا شغل انا شوفي نفهمك انا عندي كاريه في راسي الحيط يضرب في الزوج يضرب في الحيط ويطيح ما يتخبط لها كلها هزي الاواني المنزليه تاعك هادو الكرابش اللي جبتيهم التشقاتشق تاعك والبيادن تاعك وكذا وكاس زرقاء مانيش نعاير كاس زرقاء هذا الانسان اللي كانوا فاصليك تضرب انا ما نهضرش معاك انا نهضر معاك سكتوا عليا يا ربي يا سكتوا عليا والله ما تدي دور سكتوا عليا تمريض والله ما تدي 100 فرنك سكتوا عليا رحم والديكم امين اخويا اسكت والله ما تدي دور ما تديش ما والو سكتوا عليا خلوني نريح يا رب انا راسي عايق لا طقس اسمع بيا هذو لا صبر ريح بس ورا بوسي حطك تتكر ريح عيب واش راكم ديروا خلوني نتنتن شويه راح تنتن هذا باي خلوني نتنتن بالك ما تلقايش الدوكيطه راه فيها ولا شدها سبحان الله بالك انت اللي عاودتي خلقتي فيها دكتور مازال بروفيسوره صايد قال لك ما يسلكوش عندوش دورو باش ما يسلكوش سامحني ما يسلكوش ما تحكرش النساء ما نحكرش النساء اللي نهضر مع الرجال زراجل راني نهضر معاك انت كاسير فراجي ما يسلكوش سي بون تدي لهم قوه الصوارد قبل ما تفوت عليه فوت عليا زيد نزيد ما يسلكش باي طريقه تحب بالناس اللي ما يسلكش بالقبيحه دوك نزرقك قدام الناس شفتوا عليا زراقه اه طايح لي رجله انت ما في راجل مانيش مافيا وليد فاميليا شوف هنا ناس ملاح مع الناس ملاح والله ما تديني تفهم شفتوا عليا بصح كاين عفصه حيعاود يهز الباي اسلكوه بشره ما تسكاش السلاكه فاهضر معايا انا هذا بابا سي بون ما تسلكش روح جيب سير جيب سير روح جيب سير خلوني نفاجئ مرتي ولا لا روح بابا قول نديك لداري تبات انا نعطيها الشيء اللي كتبوا ربي نعاونها ما نحقركش بصح ما تسرقوش الناس ما ديرش شيكور ماكش انت اللي تجي تهز علي الناس الباي ما كانش هذه ما صراتش وما تصراش وين نكون انا مش حتكون لافير هذه تمسحوا كل شيء انتوما الحاجه اللي تجي في طريقكم تمطحوها عبد مريض وما طلقتوش دي زيسكرو اسكتوا علينا اه يا شيخ لا تبكي يا شيخ يا بابا والله العظيم الله يعزك والله ما تبكي يا شيخ والله العظيم يا شيخ انا غنيت لكم الغنايه تاع الميمه وزدت درتكم عفسه جديده تاع ولاد الفاميليا اللي دخل للديار تاع اليتامى الميمه باش تفكر ميمتي الله يرحمها الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله خلينا بيت نص بيت كميه حرف جيت داخل الدار لقيت الناس في الحومه شكيت كاشي ما صار زير قلبي من جهه تما اه يا شيخ انا نغني لك انت تبكي لا يا شيخ كنت ميمتي خلينا شيخ قول يا لا لا خلينا ما خليش يا شيخ تولي تبكي لنا ما كنا والله العظيم انا نغني لك انا غني لي انت شيخ سمعني انت نسمعك يا شيخ الله يهديك الله يهديك الله يهديك شو مال قريب كي مازال بصح ما شاء الله انا اللي جابوني الدنيا الله يهديك الله يهديك الله يهديك يهديك أميرة مخفية يهديك الله يهديك الله يعينك
الحاجه اللي فرحتني الحمد لله اللي راك بخير يا شيخ. الله يطول عمرك. الله يجزيك صافي فريزير. الله يجزيك صافي فريزير. راكم حكمتونا يا البلاد. ان شاء الله يا ربي رمضان هذا يكون بخير وعلى خير. ان شاء الله شنو نسلو به ان شاء الله. مالا بارك الله فيكم ابراهيم بصحتك اخو. الله يهديك الله يهديك الله يهديك. انا شبوني